طلابي، معكم الأستاذ سامر أبو قمر مدرس العلوم الحياتية على منصة جو أكاديمي. برحب فيكم جميعا طلابي، الله يعطيكم ألف عافية. الآن بدنا نبلش في دورة الخلية وتصنيع البروتينات، بس بدنا نعطي مقدمة بسيطة. دورة الخلية جماعة بتحكي عن دورة حياة الخلية، كيف بدها تسوي الخلية، تنقسم هاي الخلية لخليتين، تمام؟ ايش الادوار او المراحل اللي بدها تمر فيها، او ما هي الاطوار التي تمر فيها هاي الخلية. الان اول شغلة بدنا نحكي عنها في دورة الخلية الا وهي في عنا يا جماعة بقول لك يؤدي الانقسام الخلوي دورا في نمو الكائنات الحية وتكاثرها، وهو نوعان. في عندنا ما يسمى بالانقسام المتساوي، أخذته في صفوف سابقة. في عندنا ما يسمى بالانقسام المتساوي، وفي عندنا الانقسام المنصف، وراح يكون في إلهم درس كامل متكامل اللي هو الدرس الثاني يا جماعة بعد دورة الخلية، راح يحكي عن الانقسام المتساوي والانقسام المنصف. أول شغلة يا جماعة بدنا نعرفها اللي هي دورة الخلية. دورة الخلية عن إيش بتحكي؟ شو هي دورة الخلية؟ بقول لك تتألف دورة الخلية من مراحل وأطوار، رح نتعرف عليها إيش هي المراحل والأطوار تبعت دورة الخلية. تسهم في تنظيمها عوامل وإشارات خلوية. أيضا بدنا نعرف إيش هي العوامل. إذا أول شغلة في دورة الخلية بدنا نكون عارفين إنه هي بتتكون من مراحل وأطوار، هي رقم واحد. ورقم اثنين، تسهم في تنظيمها اللي بنظم دورة الخلية في عندي رقم ثلاث، في عندي ما يسمى بعوامل بتنظم دورة الخلية، وفي عندي رقم أربعة في عندي ما يسمى بإشارات خلوية، ورح نحكي عن إيش هي العوامل اللي بتأثر في دورة الخلية، وما هي الإشارات الخلوية التي تؤثر في دورة الخلية، ومما تتكون الإشارات الخلوية التي تعمل على تنظيم دورة الخلية. وتكون جميع الخلايا الحية في مرحلة ما من دورة الخلية، وتبدأ دورة الخلية. الآن بداية دورة الخلية من وين بتكون؟ يعني أنا بدي أحكي دورة الخلية، طب شو هي دورة الخلية؟ وهي الدورة من لحظة انقسام خلية ما، وحتى انقسام نفس الخلية إلى خليتين جديدتين. فإذا لما يجي يسألك سؤال متى تبدأ دورة الخلية، بتقول له تبدأ من لحظة انقسام خلية ما. ايش هي خلية ما؟ يعني الخلية الأب، الخلية الأصلية انقسمت. لأنه أي خلية يا جماعة، واخدتوها أنتم بالصف التاسع والعاشر والأول ثانوي يا جماعة، في نظريات الخلية، بنود نظرية الخلية، إنه ما في خلية بتنتج إلا كانت ناتجة عن انقسام خلية سابقة. فإذا الخلية اللي نجت ناتجة عن انقسام خلية سابقة، فلذلك أنا في دورة الخلية تبدأ من لحظة انقسام الخلية وتنتهي. متى بتنتهي؟ هنا السؤال. إذا تبدأ في لحظة انقسام خلية ما، متى تنتهي؟ عند انقسام الخلية إلى خليتان جديدتان. فلذلك التعريف العام لدورة الخلية، وهي دورة حياة الخلية والتي تبدأ من لحظة انقسام خلية ما، والتي تنتهي عند انقسام الخلية إلى خليتين جديدتان. تمام؟ إذن هنا تبدأ دورة الخلية، هنا من وين بتبلش يا أستاذي؟ انتبه علي. البداية من تكون خلية نتيجة انقسام خلية ما، هي البداية. طب أستاذ وتنتهي النهاية، متى بتنتهي هون دورة الخلية؟ عند انقسامها مكونة خليتان جديدتان. يعني أنا في عندي خلية أستاذي، هذه من الأساس الخلية الأب. كيف بدنا نحكي عن دورة الخلية؟ دورة الأب هاي دورة الحياة أو دورة الخلية، انقسمت الخلية الأب إلى إيش؟ إلى خليتان، تمام؟ لما أنا بدي أحكي أنا عن دورة حياة هاي الخلية، من لحظة انقسام هاي خلية الأب، انقسام خلية ما، وحتى انقسام نفس الخلية هاي إلى إيش؟ إلى خليتان جديدتان. وهاي كذلك إلى دورة حياة خلية، انقسمت إلى خليتان إيش؟ جديدتان. تمام يا أستاذي؟ الآن تختلف الخلايا من حيث مدة الدورة. دائماً كل خلية يا أستاذي إلها مدة حياة أو إلها مدة للدورة هاي. يعني من لحظة انقسام خلية ما وحتى انقسامها حتى تكون عندي خليتان جديدتان إلها وقت معين. ممكن يخطر في بالك سؤال أستاذ، أنه كم بدها؟ ساعة دورة الخلية ولا ساعتين ولا ثلاث؟ وأنا بجاوبك أستاذ، تختلف الخلايا من حيث مدة الدورة لكل منها، من حيث
نوع الخلية، حسب نوع الخلية بتختلف، من خلية إلى خلية أخرى بتختلف، من خلية نباتية إلى خلية حيوانية بتختلف، من خلية عضلية إلى خلية عصبية في الإنسان بتختلف، إلى خلايا موجودة في الأمعاء أو في الجهاز الهضمي بدها تختلف إلى مدة معينة. فالموضوع أستاذ بده يختلف من حيث نوع الخلية. الشغلة الثانية من حيث إيش أستاذ؟ الظروف التي تحيط فيها. شو الظروف المحيطة فيها؟ إن كان نبات شو الظروف المحيطة فيها؟ إن كان أستاذ إنسان، أنا بحكي عن خلايا موجودة في المعدة، إيش العوامل، إيش الأمور اللي حواليها اللي بدها تأثر عليها، بدها تطول مدة دورة الحياة أو بدها تكون عندنا قصيرة. وفي عندنا رقم ثلاث اللي هي تسمى عوامل أخرى، والعوامل الأخرى هاي ممكن تكون عبارة عن إشارات خلوية، ورح نحكي عنها إيش هي الإشارات الخلوية. فإذا هنا تختلف الخلايا من حيث مدة الدورة، من حيث نوع الخلية، من حيث الظروف التي تحيط بها، ومن حيث إيش عوامل أخرى. فإحنا هنا بدنا نطلق عليها مثال عشان يكون مثال توضيحي أوضح الإشي هذا اللي بنحكي عنه. إيش بدنا نوضح؟ بدنا نوضح إنه كيف تختلف الخلايا من حيث مدة الدورة. فلذلك أنا لو جبت قمم نامية في جذر بصل، يعني أنا في عندي بصلة تمام؟ وإلها جذور. شو القمم النامية؟ القمم النامية للجذور هاي أستاذة، هذه تسمى قمة نامية، هاي قمة نامية، يعني رأس الجذر من الأسفل تسمى قمة نامية. هاي إذا طلعنا عليها يا أستاذي راح نلاحظ إنه إذا إحنا بدنا نتبع لها كل 20 ساعة راح يحدث إلها إيش؟ انقسام. يعني دورة الخلية إلها، دورة الخلية حتى تكون عندي خليتان جديدتان، يعني تنمو الخلايا، بدها تنمو الخلايا بدها قديش؟ 20 ساعة. بينما يا أستاذي حين تنقسم خلايا طلائية موجودة في الأمعاء الدقيقة لإنسان بدها من 10 إلى 12 ساعة. فإذا الخلايا الطلائية اللي بكون شكلها هيك أو بكون بشكل عمودي الخلايا حتى تنقسم تعطينا خليتان يا أستاذي بدها من 10 ساعات إلى 12 ساعة. ليش يا أستاذ اختلفت؟ ممكن أقول لك ليش؟ لو أجينا سؤال تحتاج خلية قمة نامية في جذر بصل كل 20 ساعة تقريبا، في حين تنقسم خلايا طلائية في الأمعاء الدقيقة لإنسان كل 10 إلى 12 ساعة، نيجي بنقول له بسبب اختلاف، هنا بنقول له الاختلاف كان ناتج عن أنه نوع الخلية اختلف، هي أول شغلة، وإنه اثنين الظروف المحيطة فيهم ممكن أيضا اختلف، وفي أيضا ممكن يكون في عندي عوامل أخرى. تمام؟